شاركت مستشفى سان جورج الحدث في اليوم الصحي MedFest 2020 الذي أقامه طلاب الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية. تضمن النشاط مختلف الزوايا الإرشادية والتوعوية الصحية، فكانت المساحة المخصصة للمستشفى عبارة عن حملة تبرع بالدم. الفريق الصحي شرح للطلاب أهمية التبرع بالدم والإجراءات العلمية المعتمدة قبل إجراء التبرع. نحن أول شيء استقبالنا للمتبرع، استقبالنا للمتبرع بيكون من خلال الأسئلة، شروط هي بتنطرح عليه، عدة شروط، منها أهم شيء ما يكون مسافر على أفريقيا، ما يكون عامل عمليات جراحية هاي الفترة السنة أو تاتو على جسمه فترة هاي السنة، عدة شروط خاصة لسلامة المريض أكيد وبنفس الوقت لسلامة المتبرع. كمية الدم اللي بتتاخد هي بحدود النص لتر 450 ML، بيقدر يتبرع فيها كل 3 أشهر. 3 أشهر قلنا السبب هو تجدد الخلايا الحمراء بده 3 أشهر. يعني هيدي فينا نقولها مثل كأنه واحد عم يعطي دمه كرمال الوطن وكرمال هيك، نفس الشيء واحد عم يعطي دمه كرمال خيه وكرمال تاني بلا ما يروح الدم على قصص تانية. وبالنسبة لمستشفى سان جورج إن شاء الله بتضل بهذه القوة والحماس ودائما تعمل هالحملات لأنه بحاجة صراحة، بحاجة نحن لنا وخاصة عند الشباب جيلنا. يعني بتحب أكيد تبرع؟ أنا معي مكان حقسكم دمكم، إذا دمكم منيح يكون فيكم تتبرع، أكيد الوزن لازم يكون فوق 60 كيلو، المحبس إنه يكون فوق 60 كيلو. وأنا بشجع بشكل عام كل الشباب والصبايا يقوموا بهالمبادرة لأنه ما بيعرفون أي متى بيكونوا بهالوضع، انه كثير شعور حلو انه واحد ينقذ حياه اشخاص يمكن ما بيعرفون ولا حيشوفهم بحياه. الحمله نالت اهتمام الكثير من الطلاب، كما وزع على الحاضرين معقمات يدويه للتاكيد على اهميه النظافه الشخصيه والحفاظ على السلامه العامه.